كوكو السلام عليكم, كنتمنى انكم تكونوا على خير يا رب. جو سي كو صافي لونطون انا وسعد ما درنا لكم شي فيديو, دونك صافي لونطون صافي كومبيتيت دو مو لا مو باوي صافي لونطون حيت اشاك فوا تنقول ليه نصوروا فيديو كيقول لي ما علمتينيش خصني ناخذ معاه الغونديفو ما عليناش دونك هادشي علاش غبرنا عليكم انا وياه يعني في الفيديو انصوم مي انا راكم ديما كتشوفوني في الفيديو وي حتى الخدمه صراحه كان عندنا بزاف ديال ستريس دونك ما قدرناش اننا نصوروا انصومبل ما كناش نلقاو حتى الوقت باش نجلسوا انصومبل بزاف دونك هادشي ما كاين مي بون اليوم رجعنا لكم غادي نديروا لكم فيديو على واحد لا كيسيون اللي بزاف فيكم كيسولوها ليا هي هاجر شنو هي المهنه ديال انجينيور سيستيم امباكي شنو كيدير بالضبط شنو يعني الخدمه ديالو شنو هي اصلا سيستيم امباكي لان بزاف اللي مازالين يعني تيقراو في البكالوريا اولا في يعني مازالين ما واصلينش اصلا ما عندهمش اورينتاسيون يعني ما عندهمش هاد لورينتاسيون دونك تيسولوني شنو هي اصلا سيستيم امباركي فلهذا اليوم غادي نوضحوا لكم يعني سيستيم امباركي اون جينيرال شنو هي وعاد غادي ندخلوا معكم للحيتيات ونشرحوا لكم حتى الخدمه ديالنا حنا كل واحد فينا شنو كيدير فيها وغادي نبداو مع سعد اللي غادي يشرح لكم شنو هي سيستيم امباركي سيستيم امباركي هو صافي قلنا اي واحد اي انجينيور زعما يكون سيستم امباركي يعني خاصو يفهم في الالكترونيك ويفهم في الانفورماتيك وي لان السيستم امباركي خاصكم تعرفوا ان حتى الا كان عندك مع تيعجبك لو دومين ديال الانفورماتيك ولو دومين ديال الالكترونيك او ميم طون ف انجينيور سيستم امباركي يعني سا ريبون لي دو اكزاكتو ديرو الاشهار سيستم دونك لا الصراحه والله ما كتبت كو سي فري الواحد اللي كيكون تيبغي الالكترونيك ولا الانفورماتيك هذه هي البلاصه الوحيده اللي تلقى فيها داك الشغف ديالو فهمتي وبقى يخدم مزيان حقا سي فريمون بيان انك كتخدم شي حاجه اللي كترتاح فيها اكزاكتومون حيت ملي غادي نهضروا ايضا على واحد السيستم امباركي فهو يعني واحد السيستم اللي تيدير واحد لا فونكسيوناليتي بحال مثلا غادي نهضروا لكم على فونكسيوناليتي ولا ان فونكسيوناليتي دونك مثلا غادي نهضروا لكم على حيت حنا راه ديجا صورنا هذا الفيديو ولقينا ابري ما تصورش راه خاصنا نعاودو نصوروا الفيديو ما عندناش الحماس مش الحماس سيبو دابا من الكوميرا نديروا الحماس حشومه ياك اكزاكتومون دونك صرت ديما متحمسه هكاك فهمت كتشكي كبيره دابا جات كتضحك نو ماشي هكاك حيت صراحه عندي ان بروغرام و ابري ملي لقيت راسي ما عنديش بروغرام صراحه ما خصنيش نبقى نقول هكا حيت نبقى نقول هكا بزاف اللي تيساب لهم غير في العياقه ولا شي حاجه مي بون انا شت خافاي كوم سا يعني تنحاول انني ندير بروغرام في كل بكل وقت باش نكون يعني منتجه اكثر انا في العياقه يلا زيد الرجعه الله الوغ كيف ما قلت لكم يعني فحال مثلا سيستم امباركي ف شي حاجه اللي كدير واحد لا فونكسيون سبيسيفيك فحال مثلا غادي نهضر لكم على كابتور دو موفمون فهو تيكابتي الموفمون هذه هي لا فونكسيون ديالو ولكن هذه غير اونتيتي صغيره يعني سيستم امباركي صغير مثلا ملي تنهضروا على سيستم امباركي اون رياليتي راه كاين بزاف تيكونوا داخلين فيه بزاف ديال لي سيستم امباركي لا هاجر هذا صحناه في الفيديو الاول هو ان سيستم في لي سيستم امباركي باوي يعني ماشي ان سيستم ان كرون سيستم امباركي نو با ان كرون يعني راه غيكونوا فهموني يعني ان سيستم اللي جامعين فيه بزاف ديال لي سيستم امباركي واخا يكون مثلا غير مثلا التليفون راه فيه بزاف ديال السيستم صغار كامل راه فيه بزاف وهو كامل سيستم امباركي يعني راه فيه بزاف تا شي واحد اكزومبل اللي باين كاين عاوتاني لوطو لا فواتور كاين با مال دو سي كاين لو طران تاعو في بزاف لي سيستم امباركي اكزاكتومون ودابا غادي نهضروا لكم على لي دومين اللي تقدروا تخدموا فيهم اون طون كانجينيور سيستم امباركي دونك اول دومين اللي نقدر نقول لكم اللي تخدم فيه هو واحد لا ديفونس و ليروسبيس كدومين علاش حيت لي روس بون لا ماشي اول دومين زعما انت بالنسبه لك اول حاجه جاتو على بالك وي لا ديفونس هي فيها داكشي ميليتير وبزاف تي امباركي كاين في لي ميليتير ou pour l'aérospace ou même les satellites que tu fais les états embarqués au sont c'est ma 80% sont des systèmes embarqués وي ولكن لا ديفونس خاصكم تعرفوا ان تخدموا في لا ديفونس يعني ديال البلاد اللي عندكم لا ناسيوناليتي ديالها ماشي اكزاكت لابيليتاسيون وي مي مثلا انت اللي جيتو تخدموا هنا في فرنسا تقدر واخا تكون عندكم يعني لا ناسيوناليتي فكاينين دي بوست لي ماليش فريمون تقدر تخدم فيهم لان تيبغيو تكون يعني ما تكونش ناتوراليزي خصك تكون يعني دو ناسيوناليتي فرونسيز من الاول ديالك دوريجين
وتقدر باباك وموك الاب ديالك والام ديالك وتيديروا عليك واحد لونكيت يعني ما خاصش يكون عندك شي حاجه في السجل ديالك بزاف ديال يعني مي عاوتاني تيقدروا يخدموا في حد دابا كاينه لوزا هي لاجونس سباسيال اوروبيان كدير واحد لي بروجي ديال ريشيرش ولينوفاسيون هادوك تيقدر يخدم فيهم بنادم انترناسيونال اكزاكتومون حيت هذيك يعني لوسكي ساجي ديال واحد لونتيتي لي انترناسيونال ملي كنهضروا يعني على لا ديفونس ديال لو ماروك ف تي دو تيتر يعني ماروكان لا ديفونس ديال لا فرانس ف تي دو تيتر فرونسي وهكذا دوالي مي تقدر يعني كاينين دي بوست اللي حتى لك انت ناتوراليزي تقدر تخدم فيهم الوغ دومين اخر هو لايغونوتيك مثلا بالنسبه لايغونوتيك تقدروا تخدموا على لي زيليكوبتر لي زافيون تقدروا تخدموا على لي درون يعني المجال الواسع وكاينين يعني دي زونتيتي ديال سيستيم امباركي اللي تقدروا تخدموا فيهم واكيد هذاك المجال يعني حتى لك انت انتريسي به فتقدر يعني من الاول تدير انجينيور في لايغونوتيك مي تخدم يعني على حاجه اخرى ماشي فريمون هذاك الشيء ديال السيستيم امباركي واش زعما درتيها الصراحه سي با ترو طار يعني كتدخل الشركه وكتعلم معاهم في الفورماسيون ما كاين ديجا كاين ديفيرونس ما بين لو ميتي ديال انجينيور سيستيم امباركي وانجينيور ايغونوتيك حيت واخا تكون يعني انجينيور ايغونوتيك كاين حاجه اخرى اللي كت نو احنا عطينا واحد لوكا هو انت انجينيور سيستيم امباركي وبغيتي تخدم في هاد المجال اي مجال ترجع عاوتاني دير ليكول عندك واحد الخلفيه على لي زافيون على هاد ما تكونش مثلا تخدم يعني في على واحد البرودوي وانت ما عارفش اصلا لو برودوي غادي تقول نو راه غادي نخدم يعني انا في سيستم امباركي نو كومام تفهم لو سيستم باش تعرف هذيك لونتيتي اللي انت خدام فيها شنو غادي دير في هذيك السيستم جلوبال يعني شنو غادير ليهم وايضا كاين المجال ديال البيوميديكال هو تقدروا تخدموا فيه مي انجينيور بيوميديكال فتي يقدر يعطي اكثر تنظن من انجينيور سيستم امباركي وي انجينيور سيستم امباركي يعني كاينه بزاف ما يدار ولكن ترى كنتي فريمون انتريسي ما بينات الميديسين وما بينات الهندسه فمن الاحسن انك دير انجينيور بيوميديكال لان فيها تقرا على لو كور هيومان كومون سا فونكسيون وعاد تقرا على لو كوتي يعني ديال سيستم امباركي باش كتعرف يعني مثلا ترى كنتي غادي دير واحد لاباري بحال مثلا بيس ميكر اللي كيديروها على حسب الناس اللي مرادين بالقلب فتتكون يعني خص تكون عندك دراسه للجسم ديال الانسان ماشي غادي تمشي نيشان وغادي دير لهم هذيك البيس ميكر وهي في اي بروجي كانك انجينير سيستم امباركي كتقرا ريكويرمنت يعني كتقرا كايد دو شارج وكما كان كايد دو شارج يعني كيتمشي لوبيتال ولا كيتمشي لاندستري اي دومين كتحاول يعني راه كتحاول تعلم داك المجال وكتفهم بزاف ديال الحوايج انت وكتبقى تقلب وكتريشارجي سي سا ان انجينير الميزه ديال ان انجينير هو تيكون في ما حطيتيه وي بحال كنقولوا حنا شي واحد عنده فاس وفي محطيتي كيحفر وي بحال مثلا في دارك تكون يعني تتعرف تبريكولي بزاف ديال الحاجات حيت هذا هو انجينيور خاصك تكون تتعرف بزاف ديال الحاجات ماشي غير تقول لي انجينيور نو انجينيور كنعرف غير جافا بروغراميري فهادي اولا نبقى مثلا واحد هذا كان خطا كبير صراحه بزاف ديال الناس هو كيقول لك وي ليميتي في واحد لا زون ديالو مي هذيك تقدر تليميتي على ليميت فيها انك تتولي عندك خليك سبيريون وي مي هذيك اون بارل بلوس ديال سبيسياليزاسيون سي بيان سبيسياليز في واحد لو دومين مي ماشي زعما تقول انا وي تعلم حوايج اخرى تعلم حاجات اخرى اي لي دومين شنو كاين اخر لاندستري وي لاندستري جميع لي دومين ديالها في الطوموبيل في يعني بزاف ديال المصانع تقدروا تخدموا فيها وي لو دومين ديال الفيروفيير حتى هو الفيروفيير حتى هو تيخدموا فيه لي زانجينيور دومين دومين جديد دابا اللي ولا ولا فاسيل ان اي واحد يديرو هما لي زيوتي لي زوبجي كونيكتي وي لي زوبجي كونيكتي بحال مثلا غادي نتهضروا على كاميرات ديرها تاخذ لك لي زيماج وتصيفطهم لك في دي بروتوكول دو كومونيكاسيون بلوتوث وي فاي زي مثلا لو فيت فاش كنترولي مثلا لا ليمونوزيتي او التليفون ديالك يعني شي حاجه اللي تكونيكتي سوا بالبلوتوث سوا سيستم كومبلكس زيك ديك كيف ما قلتي ترو كومبلكس كاين يعني بزاف ديال لي موديل دو كومونيكاسيون اولا لي بروتوكول دو كومونيكاسيون دي لي زوبجي كونيكتي اكزاكتومون علاش يكونوا دي لي زوبجي كونيكتي هاجر كيف زعما باوي باش نترونسبورتيو يعني لافورماسيون مثلا انا غادي نترونسبورتي لافورماسيون من ان بوين لان اوتر بوين فارخصني واحد البروتوكول دو كومونيكاسيون راه بحال مثلا التليفون ملي كتعيط على شي واحد اللي انت في ان بوين او هو في ان بوين كاين ديفيرونس بروتوكول ريزو ديال ال بي
ولا 4G، ولكن من بعد انا كاين لي بروتوكول ديال لي زوبجي كونكتي حقاش يكونوا فيهم الكونسوماسيون ديال انرجي، يعني ماشي كونسوماسيون ديال انرجي. دي اهم حاجه في السيستم امبارك. السيستم امبارك هي عندنا دي كونترينت في لا ميموار، دي كونترينت في اش كتسمى الزمن، المده ديال الزمن ديال العيش لوتونومي. لوتونومي اون فرونسي سي كوم لا، تكون عندك فوالا هاد لوتونومي، وكتكون عندك حتى عندك حتى البيرفورمانس، ما تيكونوش دي سيستم ترو ترو بيرفورمون، مي تيكونوا ترو بيرفورمون في واحد الفونكسيون مثلا. انت جو كوا بغيتي تهضر تنظن، وانت صحح ليا انك بغى يهضر لكم على لو دومين ديال لو طون ريال، لان سيستم امباركي ايغالمون كاين يعني واحد الميزه. منين غادي نقول لكم ان سيستم امباركي خصو ريبوندو يعني ليا في الوقت، ماشي قبل من الوقت وماشي ابري الوقت، خاصو يعني في الوقت ديالو اون طون ريال يكون يعني الجواب. هذا هو السيستم طون ريال، بحال الايرباك في الطوموبيل، يعني ملي لاكسيدونك خاص تكون لا ريبونس. كاين بزاف هاد الطون ريال، كاين بزاف لي كاين بزاف ديال لي دومين لي ايرونوتيك، وكتقدر دير حتى لي جيستيون دي طاش في واحد ان سيستم. بحال تاخذ ان سيستم واحد ياخذ دي دوني، يحط لي دوني في واحد الباز دو دوني صغيره ديال لومباركيتي، او ابري تافيشيهم، يعني كتجيستي ديال لا جيستيون. بيوميديكال فيها بزاف شي لي سيستم طوريال، حقاش فريمون هادو كريتيك كريتيك، يعني كتكون شي واحد كيدير اوبيراسيون، وكاين دي روبو اللي كيساعدو الطبيب باش يدير اسيستيو مع في لوبيراسيون، يعني خاص يكونوا فريمون يعني يكونوا بيرفورمون ايفيكاس. و حتى في لو دومين ديال ليماجري تقدروا يعني تخدموا فيه اون طون ك كانجينيور سيستم امباركي، مي سي بلوس بالنسبه للناس اللي في السوفتوير. دونك تقدروا تخدموا في تريتمون ديماج او لا تريتمون دي سينيال بالنسبه ل دي اس بي، بزاف ديال الحاجات دي اس بي شويه سيستم امباركي كيبقى. وي وي تريتمون ديماج يقدروا يديروا اي واحد، دي اس بي كيبقى فريمون سيستم امباركي. هذا هو السيستم امباركي واعرين صح، دي اس بي كيبقى ليا بحال مثلا ديجيتاليزاسيون ديال فاش كديجيتاليزي واحد لو سينيال بالنسبه للساتيليت، بالنسبه لدوتر دومين، فهنايا تخدم يعني بهاد لي كارت هادو. دونك المجال واسع، تقدروا تخدموا في كيفاش تقدموا لي تيليفزيون لي سي سي مي بوسيبل. واحد ما يلقاش خدمه في سيستم امباركي صافي، نكونوا كلير وعرفوا بان الا كنتي فريمون انا هادي دابا في كوتي سوفتوير امباركي ولا بنادم بزاف لي زانجينيور ولاو بزاف. وي يعني لي سالير واخا هكاك ماشي طوب طوب، فهمتي؟ ماشي طوب، ماشي فحال واحد اردوير ديزاينر. بحال اردوير ديزاينر في لاميريك كيتخلصوا بوكو ميو فحال لي ديفلوبور سوفتوير. علاش؟ حقاش ما كاينينش فيهم بزاف. سير شوف هادشي ديال طون ريال، حقاش حتى في الاردوير كاين طون ريال، كاين لي كارت اف بي جي ا، كاينين ازي، كاين بزاف ديال لي كارت. وي يعني تيكونوا فريمون بيرفورمون، تيكونوا مصايبين واحد لي لونكاج ديدي، بحال في اس دي ال، بحال فيريلوغ، بحال جو سي با. كاين المهم كاين واحد لونكاج اخر اللي نسيت عليها، سيستيم اي ام ال شي حاجه بحال هكا. مي هاد لي لونكاج هذا خاص واحد انه يكون فريمون راه كان سبيسياليزي فيهم، راه كتكون فريمون مطلوب بزاف فيهم. دونك سي فري كو لو دومين ديال الهاردوير جو كرو كو تتكون يعني سالير كثر، مي بالنسبه للناس اللي في لو دومين ديال السوفتوير فكتقدر تلقى بزاف ديال لي زوفر، وكتقدر حتى دير الفريلانس، تقدر تخدم يعني على اشياء اللي خاصه بيك، ما تتكونش ديبوندون بزاف للماتيريال. مي كوتي هاردوير فتيكون ديما خصك تخدم بالماتيريال بزاف ديال الاشياء. دونك هذا ان بوين لي تنظن واخا كاينين دابا الصراحه لي سيميلاتور، مي كومون في الهاردوير ديزاينر كيفاش واخا يكونوا لي سيميلاتور ضروري خصك ابري تيستي في لو سيستيم. نو سي سور باش تخدم دي بروجي بيرسونيل، مي ممكن تي في انتربريز سافا، تكون عندهم لي كارت، تكون عندهم داكشي اللي تخدم تعلم. وي دونك هادي كانوا فيما يخص المجالات. كما قلنا لكم راه ماشي كاينين غير هاد المجالات اللي قلنا لكم، هادو اللي حاليا يعني عرفنا يعني عقلنا عليهم، ما راه كاينين بيان سور دوطغ. ودابا تنضمن بركه من المجالات، وغادي نهضروا معكم على نوتغ بروبغ اكسبيريونس، شنو الاشياء اللي كنخدموا فيهم خدمتنا، باش هكا نقربوكم يعني اكثر من حنا شنو كنديروا. وبالنسبه لسعدي يعني حتى انت بغيتي تهضر على الدومين ديالك. وحقاش انا اللي كنخدم دابا حقاش بدلت المهنه، بحال ما تقول بوليس دابا كنخدم في مي باقي كنكرش نرجع عاوتاني شي مره ندير سيستم باقي، مي دابا كيعجبني ندير ديفلوبمون ويب كوتي باك اند، كندير شويه ديفلوبمون بالسي بلس بلس وبيتون
وفي فرونت اند كنخدم بانجولار. ودابا بحال كنت انا باقي بحال ما عنديش فريمو اكسبيريونس بزاف هادشي، مي عندي اكسبيريونس بزاف سي بلس بلس و بايثون، هادو ما عنديش مشكل. مي في فرونت اند راه بحال انا شويه ديبيتون في هادشي كنتعلم. وي حيت هاديك كيف ما قال لكم ما وي كان كان يعني سيستم امباركي تو، مي الخدمه اللي خداها يعني في هاد العام تقريبا هاد الخدمه هادي توجه للديفلوبر ويب. كنقلب على شي حاجه اللي ما نحتاجش فيها الماتيريال، باش ما نكذبش عليكم كنت في الامباركي كان العائق ديالي الوحيد هو خاصني الماتيريال، خاصني هادي وبزاف ديال اللعيبات. بحال انا دابا شنو دايرين دايره ديال الروينه، السيجور قاسي السيجور ولا عندي لابو عشان مره نتبرم الشركه ديالي. حتى انا راني درت الديفلوبمون ويب، ولكن في الخدمه ديالي هذه اللي خدامه فيها يعني تيخصني لي دو، تيخصني سيستم امباركي وشويه ديال كوتي ديال الويب، مي ماشي فريمون زعما خدامه في هذاك لو دومين. وي وي اصلا مزيان تكون بادي بسيستم امباركي كوتي لوجيسيال امباركي بحال ديال ديفلوبمون، وابخي تشي ديفلوبمون ويب انا لقيت راحتي صراحه غابيدمون انتيغريت، ما لقيتش بزاف ديال المشاكل فهمتي. وي و سي غاس راك انجينيور صراحه تادابت مع اي حاجه، خاص غير شويه الوقت وتكون كتسول وكتادابت انتيغرا مع الناس بروجي فهمتي، تعلم شويه مي ابري سي غاس ريمور سي غاس شي حاجه يعني اللي بوسيبل، اللي غير ما كاينش حتى حاجه اللي امبوسيبل، اي حاجه تتولي بوسيبل بالمجهود ديالكم والتخطيط ليها وتتعرفوا يعني شنو غادي نديروا فيها وعلى واحد المده زمنيه راه كتولي بوسيبل. بالنسبه لي انا في الخدمه الحاليه ديالي خدامه في حاله غادي نقول لكم بوست ديال انجينيور كاليتي، ولكن او ميم طون كنخدم على توسكي اوتوماتيزاسيون توسكي يعني سيستم امباركي، و ايغالمون كنخدم يعني على واحد الكوتي ديال الويب. هاد الميسيون هادي اللي انا خدامه فيها سي فري كو سانيسيت يعني بوكو ديال لي ريسورس اللي خاص الواحد يعني يكونوا فيه باش يقدر يخدم فيها، لان ماشي ميتي اتيتغ يعني اتيتغ واحد، يعني راه كاين فيها بزاف ديال الحاجات اللي خصهم يتجمعوا في هذاك لا بيرسون. دونك انا خدامه في الدومين ديال الهوم سكيورتي على ماشي غير الديور باغ اكزومبل، حتى بالنسبه للشركات تيكون واحد لو سيستيم ديال سيكوريتي اللي تلا دخل لك شي واحد مثلا لونتربريز كديكلونشي دي زالارم، شي واحد مثلا مريض كيكي على الكابتور ديال كابتور ميديكال باش هكا تتمشي واحد السينيال لواحد لونتيتي اللي مختصه في هذاك الشيء، وهي يعني كتصيفط لك الناس اللي مختصين باش هكا يقدروا يديوك للسبيطار. او لا سير كان عندك بالنسبه كاينه كابتور بانيك عفوا كاينه ايغالمون مثلا كابتور بانيك باش حتى الا كانت شي حاجه مثلا كتقدر كيقدروا يعني يعلموا الناس اللي مختصين وتيجيو يشوفوا شنو كاين في الدار. يعني بزاف ديال الحاجات بزاف ديال لي سيستيم امباركي اللي خدامين بهم، وانا في نفس الوقت يعني هذاك الشيء ما خدامش انا في البانيفو، انا خدامه في الاونيفو تو سكي جافا لو يعني لوتوماتيزاسيون ديال لي تيست، نشوف الفونكسيونمون ديال هذاك لو سيستيم يعني اللي داروه مثلا لي ديفلوبور في سيستيم امباركي يعني في البانيفو. هذاك لو سيستيم انا كنجي وكنشوف كيفاش يخدم يعني في بالنسبه للاند تو اند. دونك هادشي ما كاين، دونك ما غاديش ندخل معكم بزاف هادشي، هذا بغيت نقربكم من لا ميسيون ديالي يعني اللي كانت قبل كنت خدامه في لو دومين ديال لايرونوتيك بلس يعني في لي درون وفي لي اكسيونور ديال لي زافيون، مي هذاك الشيء ما غاديش ندخل فيه بزاف لان سي واحد البروجي اللي مازال يعني عاد غادي يخرج من هنا ل 2024. و هادشي ما كاين، جيسبر ان الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، اننا نكونوا وصلنا لكم الفكره. واه كنتمنى الصراحه. مي اللي عنده اي كاسيون عنده اي حاجه يخليها في الكومونتير في الكومونتير، و جيسبر انكم تفاعلوا مع هاد النوع ديال الفيديوهات يعني تشاركوهم مع الناس، ديروا لي جيم، خليو دي كومونتير، قولوا لنا رايكم نتوما بالنسبه لكم شنو هو الخدمه اللي تتعجبكم، شنو الاشياء اللي تبغوا ديروا في حياتكم، شنو هي السيستم امباركي بالنسبه لكم، شنو هي الخدمه ديالكم شنو كديروا فيها، وسولوا راسكم شنو باغيين يديروا اصلا، ما حدش exactly. شنو باغي يخدم الصراحه باش هكا يكون مرتاح ديك الخدمه اللي كيدير. دونك تهلاو فريسكم والى فيديو قادم باذن الله، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، باي.